السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سنتعرف عن طريقة حفظ الفيديوهات بتقنية الـ HD في هذا البرنامج الرائع سوني فيجاس. أولا فيجب أن يكون لديك فيديو يدعم تقنية الـ HD، مصور بتقنية الـ HD عفوا. تقوم بالضغط على أوفري، هذا هو الفيديو. الفيديو فهو HD ولكن في سوني فيجاس غير واضح، حتى وان قمنا بوضع اوتوماتيك فهو غير واضح. ثم اذا كنت تريد ان توضح هذا الفيديو تذهب الى فايل او بروبيتي، ولكن نفضل ان تقوم بالذهاب الى هذه بروبيتي فهي مختصرة، او تقوم بالضغط على الت انتري فيعطيك هذه النافذة. ثم هنا تختار HD 1080 ستار ابليكي اوكي. الان فهو الفيديو واضح، نضع فول، الفيديو فهو واضح الان. عندما ستقوم انت بتعديل الفيديو تقوم بقصه، يعني تقوم بقص الفيديو بتعديل انت ما تشاء. ثم عندما تنتهي من تعديل الفيديو وتريد ان تقوم بحفظه تقوم بالضغط على انجيغستري، ثم من المستحب ان تترك WMV، ثم هنا الاسم تختار اي اسم. ثم هنا تختار 6.4 HD 1080 تختارها. ثم هنا تختار اي مسار سيذهب الفيديو، ثم تقوم بالضغط على كوستوم وتختار في الفيديو 100 فيكون على هذا الشكل 90، وانت ستختار 100. ثم تقوم بالضغط على اوكي، تضغط على انريجستري لكي يتم حفظ الفيديو بتقنية الـ HD 1080. هذه هي الطريقة الصحيحة. إذا استفدتم في هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على لايك والضغط على سبسكرايب ليصلك دائما الجديد، ولا تنسى دائما زيارة مدونتنا قلعة الشروح والضغط على زر اعجبني على صفحتنا في الفيسبوك. استودعكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.